مرحبا، مريضة مقدمة بالعمر رجعتنا في وجود خراج جانبي بسبب انسقاب جانبي بالجزر، مثل ما شايفين بسبب السكرو اللي هو مايل، وبالإضافة إنه في آفة زروية. طبعا بالجلسة الأولى فتحنا السن وشلنا السكرو وشلنا بقايا الحشوة القديمة، وعملنا تحديد وعملنا غسل مظبوط، وعملنا بعدين حشي بالبيوسيراميك، وقررنا نأجل المريضة جلسة ثانية حتى نقوم بإجراءات وضع الـ MTA وسد الانسقاب. وهون رجعنا عملنا غسل مظبوط وعملنا تحضير لمكان للوتد الفايبر، وبلشنا بإجراءات سد الانسقاب، وهي عبارة عن قطعة جلفوم صغيرة قصيناها قطعة صغيرة حتى نعمل مسندة وندك ضمن الانسقاب حتى تعملنا استناد للـ MTA ما تنزل ضمن العظم بشكل كبير. مثل ما شايفين نحن عم نكثف قطع صغيرة من الجلفوم بمكان الانسقاب. الانسقاب حجمه منيح يعني كبير، فحننزلها هي ضمن الأنسجة المجاورة للسن حتى مثل تعملنا مسند الـ MTA. كمان عمليات تكثيف للجلفون، وبسبب انه كان في خراج فاضطرينا ندك كمية منيحة من الجلفون حتى سدت لنا الفراغ بالأنسجة المجاورة للجزر. وهون حطينا قطعة تيفلون حتى نسد القناة وما يصير تندخل الـ MTA لجوا القناة. نخلي بس فتحة مناسبة لدخول الـ MTA ضمن منطقة الانسقاب. على الشكل اللي احنا أمننا المكان المناسب لدخول الـ MTA. وهون بلشنا نحن بواسطة مدفع الـ MTA بحقن كميات من الـ MTA بمكان الانسقاب. عمليات تكثيف بالبلاجرات للـ MTA على عدة دفعات قمنا بوضع الـ MTA بسبب أن الانسقاب حجمه كبير نسبيا. حنتم ندك MTA حتى ينسد معانا الانسقاب بشكل كامل.
بواسطة قطنة مبللة مرطبة قليلا، نعمل ترطيب للـ MTA مع عملية تجميع ودك للـ MTA. وهلأ هيك احنا خلصنا دك الـ MTA. قمنا بعمل صورة شعاعية، فمنلاحظ انه احنا حققنا ختم لمنطقة الانسقاب مثل ما شايفين بالصورة الشعاعية. هون هلا رح نحط احنا جلاس اينومير، بتصلب هذا بالضوء حتى نعمل حماية للـ MTA. انا هون لاني بدي انهي بنفس الجلسة، ما بدي اخليها جلسة ثانية. رح نسد كل الـ MTA بالجلاس اينومير. وهيك هلا احنا حمينا طبقة الـ MTA بشكل كامل. هون حنقوم نحن بإجراءات لصق الفايبر بوست. حطينا اتشينج غسل مظبوط، سحب بالسكشن، وضع البوندينج، لايت كيور على البوند، وهذا السيلان. رح نبلل الوتد الفايبر فيه، نتركه حوالي دقيقة. وهذا السيمنت الريزيني ثنائي التصلب، رح ندخله بواسطة البوربات للعمق، نحط وتد الفايبر، وهيك انتهت الحالة. وأتمنى بناء الحالة بالكومبوزيت والأمور إن شاء الله صارت تمام. وشكرا لحسن استماعكم.